اول وصفه معانا النهارده محتاجين ايه؟ محتاجين 2 كوب ماء ساخن يبقى بيغلي طالع كده من الكاتل، وعايزين كمان معلقه زيت كبيره ومعلقه ملح وكمان 2 كوب دقيق، يعني على قد الميه الدقيق. خلاص. طب محتاجين للحشوه ايه؟ شبت مفروم، بقدونس مفروم، كمان جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، فلفل الوان مفروم، انا اخترت الاحمر والاخضر، وهنقليها في الزيت، فعايزين زيت للقلي وكمان كاتشب ومايونيز كديبنج. خلاص. طيب اول حاجه هجيب كده الميه السخنه المغليه واحطها هنا، وهحط معاها معلقه الملح، وهحط معاها الزيت، وهحط كمان الدقيق. نقلب كده كويس قوي. اول ما احط الدقيق هفضل اقلب لحد ما احس انها بقت ايه، عجينه بتتلم معايا. خلاص. جربوها على فكره حلوه قوي، بنريحها كمان ايه، نحاول نستخدم السباتولا دي اللي بتبقى ايه سهله ان انا احاول اتحكم فيها زي ايدي بالظبط اهي. بصوا اهو اهي العجينه كلها اتلمت معايا. بس اقول لكم سخنه جدا، هسيبها تبرد براحتها بعدين اغطيها اهي. ماشي. هنا بقى هحط الزيت وهبتدي اجيب بوله بقى احط فيها الحشوه اللي هستخدمها. انا بس عايزه العجينه، انتوا اللي انا كنت عاملاها. طيب هحط بقى الجبنه الموتزاريلا كده اهو، الجبنه الرومي، جبنه والموتزاريلا والجبنه الرومي من المكسات الحلوه قوي، الفلفل طبعا ممكن نستخدم نوع واحد بس من الفلفل، وابتدي احط بقى ايه حبه شبت وحبه بقدونس. مش هحط ملح، ممكن احط فلفل اسود، ممكن احط بودره ثوم، ممكن احط بابريكا، ونفس الكلام للعجينه، ممكن احط في العجينه بودره ثوم وبصل لو عايزين. طيب هوريكم بقى العجينه اللي كنت عاملاها قبل الهوا وسبتها تريح خالص. بصوا بقت بشكلها زي ما انا عايزه، ودول مثلا اعمل لهم 6 قطع اهو، كده 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 كده. خلاص. واكور كل واحده، هكور كل واحده واسيبها ايه على جنب مع نقطه زيت كده، واسيبها على جنب. شايفين اهو، اوكي كده ايه دول. طيب انا اوريدي دول مرتاحين، هبتدي افردها. هجيب النشابه عشان تبقى مفروده كويس. هحط هنا حبه وابتدي ايه اقفلها زي الايه القطايف بالظبط، واسيبها تريح برضو ايه مثلا 10 دقايق كمان.